اهلا وسهلا مرحبا حياكم الله هلا بكم. انا وياكم ضياء عارف ورجعت لكم من جديد. اليوم راح اتكلم عن مباراة ايران وكمبوديا واتكلم بصيغة اياك اعني واسمعي يا جارح. زين، عندنا مباراة مع كمبوديا في تصفيات كأس العالم ولازم نفوز على كمبوديا، والعراقيين ما يرضون بهدفين. يا با شنو، ايران تفوز 14 واحنا نفوز 2، ما يفيد، لازم نفوز اذا مو بقدهم اكثر منهم. ها تمام، خوش، عرفنا المهمه شنو، نفوز على كمبوديا باكثر عدد ممكن من الاهداف. نتعلم من ايران، ليش لا، نشوف ايران شلون لعبوا مع كمبوديا. اولا كثافه عدديه بالامام، جاي نشوف هذول مو مدافعين، هذول مهاجمين ايران وجاي يلعبون على كمبوديا، والتسديد من خارج منطقه الجزاء. عندنا لاعبين يسوون هيك، يستددون من خارج منطقه الجزاء بهذه الطريقه، بهذه الطريقه تحس الكره مثل الرصاصه. وبعدين جاي يشوف عند كمبوديا مشكله استخدموها ايران او درسوهم جدا جيد جدا ولعبوا عليها، وهي انه كمبوديا ما عندهم خط دفاعي متناسق منسجم وما عندهم حارس مرمى، عندهم مشكله بخطي الدفاع او خطوط الدفاع كلها، وخاصه هذول قلبي الدفاع، مشكله كبيره جدا يعاني منها كمبوديا، اضعف فريق في اسيا وما عندهم حارس مرمى. جاي اشوف الاهداف تجي على الحارس زي شربه الميه، ها الكرات العرضيه هدف، التسديده من خارج منطقه الجزاء هدف، الرميه هدف، الزاويه هدف، حتى من تشاء قويه وتقول له هاك هذه الكره الك هم تدخل هدف. فانت بعد من شنو خايف؟ وجاي اشوف ايران لعبوا بعامل الضغط قلنا وكثافه عدديه بالامام، وجاي اشوف هذا اللي تكلمنا عليه قلبي الدفاع وهذول اللي يتفرجون ويلعبون على الكره، وحارس المرمى هذا المارد احكي يعني وين موجود واللعب وين، وهذا هذا هذا هوندا جحظت عيناهم من الخوف، ما اعرف من الخجل على اي حال. وشوف السرعه، ها السرعه والانتقال السريع والتنوع باللعب واستغلال الفراغات. وجاي يشوف الهبل اللي قدامكم، كمبوديا ما موجودين اصلا، ايران يلعبون وحدهم ويستخدمون هذه الفراغات. وشوف حتى هذه ما يعرفونها، يعني حتى هذه هم ما دبروها. كمبوديا خبصتونا، كمبوديا 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 كمبوديا، هو عندهم شنو، ها والله هوندا من اليابان، يعني اليابان ما يلعبون وياكم وخايفين منهم، ها والله واحد منهم يدرب كمبوديا، بالله صديق كذيب. على اي حال جاي نشوف ايران شلون استخدموا هذا حارس مرمى، بالله هذول اللي خايفين منهم. وفوق كل هذا يعني يقول لك والله كمبوديا ها يلعبون مهاجمين واحنا نريد نعلم الأمة الكمبودية شلون يهاجمون ما يدافعون. جاي يشوفون الدفاع، تفضلوا هذول خارج التغطية اصلا يتفرجون على على ربحهم. وإيران يلعبون بثلاث مهاجمين، هذول مو ثلاث مهاجمين، هو مهاجم واحد لكن هذول يندفعون للأمام مثل ما صار مع العراق وهونغ كونغ، ويمثلون يمثلون كثافة عددية بالأمام. شوف التوزيع، اللعب على اليمين واليسار، كثافة عددية بالأمام، سرعة بالهجوم، استغلال الفراغات، التسديد من خارج منطقة الجزاء، الضغط على الخصم في أرضية ملعبه وعدم إمهاله ومهم يعني ما نخليه يلتقط أنفاسه. بعد أنت مع هذول إذا تلعب باستحواذ سلبي بعد ها مستحيل نفوز بأي نتيجة عريضة، ممكن تفوز بثلاثة أربعة مو أكثر. هونغ كونغ عفوا كمبوديا جايين من خسارة مرعبة، 14 هدف مرعبة، مستحيل يخرجون من هذه الخسارة بسهولة، يعني هذه الكبوة ما صار لهم أيام من هم خسروا. فعدهم هذا حتى ما أعرف الدفاع جاي يجرب يسجل هدف عليهم، بعد ما بقى بس الجمهور ينزل يسجل. فمر يعني كمبوديا عندهم الآن كبوة، انكسار نفسي بين قوسين مكسورة عينهم، ها بعد ما يقدرون يلعبون. فهذه فرصة العراق أنه يكرر هذه النتيجة. شوف حتى نسى نفسه قام يصفق لهم، يستمتع باللعب ترى هوندا، ها والله يحب اللعب، يتبلى يرجع يلعب. شوف خطيه والله، والله يكسر الخاطر. شوف عيونه. تحياتنا لكم، شكرا جزيلا للمتابعه وها اشتراك واعجاب اهم شيء وتعليق، وان شاء الله الفوز للعراق، في امان الله.